إلى العراق، حيث استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بمقر الحكم العراقي، وذلك ضمن مراسم استقبال الجانب العراقي لرؤساء الوفود المشاركة بمنتدى الحضارات العريقة في نسخته السادسة والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر الجاري. وعلى هامش الملتقى عقدت وزيرة الثقافة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية لبحث سبل التعاون المشترك وأهمية تدعيم أوجه التعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين البلدين.